الانجليزي اللي ما عرفتهاش سويتها. اهلا وسهلا حبايبنا متابعين قناة على الهامش. هاي لعبة الزومبي والنباتات. فتحنا الثلاث مهمات. في عندنا هون البرج الرابع، يمكن في مرحلة دقرت عليها قلت خلنا نشاركها معاكم. المرحلة 22 من البرج الرابع، يعني تقدر تقول وشي المرحلة 102 بجوز هيك الشيء، او 142 شيء هيك، شو بعرفني، لانه كل مرحلة 30، كل برج 30. ها هذا البرج الرابع 22، خلص احسبوهن انتم. الله يعطيكم العافية، شلونكم؟ شلون الصحة؟ طبعا هذا الحكي مهم كثير يا جماعة، بس أنا ما بعرفش إنجليزي فبنحط كونتينيو. يلا خلينا نبلش. بسم الله. أول شي بنحط شمس مشان نضمن وقت الشموس ونضمن نجيب الأشياء. تمام. فحطينا بازاليا. البازاليا تضرب بقوة. بدنا بازاليا ثانية. لازم حطيتها على الأخير بتعرفوا. طيب هاي بنحطها. يلا معليش. هاي تجميد صفر، يعني ما بدهاش شيء. البازاليا صار عندي اثنين بازاليا. هاي ثلاث بازاليا. حلو والله اللعبة محمسة يعني بكل صحيح. هذا ابو تنكة قوي كثير ترى يا جماعة. ها ابو تنكة شايفين اثنين بازاليا بضربن فيه ومش ملحقات عليه. وهاي قنبلة. هذا اللي شايل درع كمان، الزومبي كمان قوي كثير. اجل اجل الدجاجات، اجل الدجاجات الدجاجات. اشوه هذا اللي شايل الدجاج. اي وشو بهدلنا يمكن. دجاجات دجاجات. اشوى الدجاج الدجاج الدجاج. الدجاجات تتقدم. هاي طبعا نقدر نستخدمها هيك، شفت شلون؟ ايه مين اكل الشمس هاي اللي هون؟ والله الدجاجات اللي يخرب من بيتنا. ايه حطيتها بال هاي هون البازاليا. هذا ابو كنكه والله غير يهد حيلنا مبين. يعني حاط له قنبله على كل حال. الدجاج الدجاج الدجاج. الدجاج وهاي شمسة ثانية معليش احتياطا مشان الدجاج. هذا ابو تنكة قوي مبين. الدجاجات راحن.
حلو بين بعد فيه. لا خلاص فزنا. ويا الساعة بنفتح الوجه وبيعطونا شوية مصاري شوية شغلات. الله يعطيكم العافية، لعبة حلوة كثير جربوها. طبعا هاي مرحلة متقدمة يعني تعتبر بالنسبة لي، لأني هاي أول مرة بلعبها، بس والله هنا لعبة ممتعة. يلا عاد. لازم يفهموني شو فيها يعني. مصاري ما بعرفش الصراحة، بعدني ما بعرف شو مسوي المصاري. هاي البطيخة ولا مرة جربتها، هاي البطيخة جويدة جربتها مرة، والجواهر ما بعرفش لشو. اللي بيعرف يخبرنا بالتعليقات والله يعطيكم العافية. والشغلة اللي بالانجليزي اللي ما عرفتهاش سويتها. اشتركوا بالقناة يا جماعة وشغلوا وفعلوا الجرس. حبايبنا لا تنسوا تشتركوا بالقناة وترنوا الجرس.